هو ليه بيه هو بيجري يرمي راسه لورا كده يا حماد؟ بتاعتك برضه ظهرت كده؟ رمي راسه لورا كده وبتاع، شكله كوميدي جدا يعني. ايوه على فكره حماده، وانت في الجو لو دوست مربع بيعمل كده زي سوبرمان كده، بينطح. ايوه انت ماشي كده ازاي يا حماده؟ انت عفريت؟ انت بتشوف برضه كده. مساء الخير عليكم يا احلى شباب، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد، مش جديد قوي يعني، بس هو جديد نسبيا، مع فول جايز سيزون 2. وطبعا زي ما شيع ان اللعبه اتغير فيها حاجات كتير واتضاف فيها مراحل الى جانب المراحل القديمه، فخلينا نشوف مع بعض دلوقتي نكتشف فيها وضع جديد، ونحاول نحقق التاج اللي فشلنا ان احنا نحققه في السيزون الاولاني. ومعانا النهارده كابتن اوزي الشهير بجوكر، والسيد محمد فاروق الشهير بفيس اوبرا. نسلم على الشباب كلنا ويلا بينا نحاول ننطلق ونفتح، بس كان في مشكله في السيرفرات يعني، ما كانتش راضيه تكونكت. خلينا نجرب دلوقتي مع بعض نشوف هتبدا هيرضى كونكت ولا لا، وعلى بركه الله. يلا يا جماعه جاهزين؟ عاملين ريدي؟ جاهزين. يلا عامل ريدي يا جوكر. ايه ده حبينا بننزل جنب بعض يا جماعه، ده تجديد لذيذ. طبعا كل واحد عنده الكاركتر بتاعه في النص. لقطه اهي، زي الفل. جميل يا جماعه، احنا كنا بنلعب اكتر من ثلاثه ولا هي اربعه برضه؟ اربعه صح. حاول تصدر مروحه يا اوزي في حته بعيد عن وشك شويه. تمام كده كويس. هو ده صوت نفسك؟ ده صوت نفسك بتتنفس انت في المايك كده؟ ده كده يبقى انا بقى شخصا، دي غالبا انفاس ديناصور، دي مش بني ادم. طب انا كده حركت المايك كده كويس ولا؟ تمام كده. Avoid the moving doors and race to the finish line. دي المرحله، دي المراحل اللي هي ايه لسه موجوده. لا مش موجود، مش عارف. لا ايه ده؟ لا قديم قديم. هي قديمه بس فيها تعديل يعني، الدورز مش مقفوله. هي بتفتح من تحت. الحق يا لهوي يا لهوي، اوعى. لا ايوه افتح انت كده. يا نهار اسود. لا 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 لا، خي افتح بقى. الله يا الله يا جماعه، شكلي ايه ديسكواليفايد ولا ايه؟ ان شاء الله. لا انا وقعت وقعه وحشه قوي، الحاليه كلها ديسكواليفايد. انا اتشقلبت شقلبه غريبه. لا انا خلاص، انا يا جماعه بره. انا اخس. انا برضو بره. فاروق عدى؟ عديت يا فاروق؟ يس. الله عليك الله عليك. نسبكتيت بقى على فاروق نتفرج عليه. ربنا معاك يا حماده بقى. خلينا بقى ايه نشجع في حماده ونديله شويه، بس هو واضح الراجل الوحيد هو اللي كواليفايد فينا. انا الوحيد الكواليفايد؟ انا شايف الروبوت اللي وراك ده حماده؟ لا مش انت ده، استنى فين حماده؟ فين اهو. فيس اوبرا. وقع اهو. وقع من اولها. ايه ده انا مش عارف الاقيه اهو. هو ليه هو بيجري يرمي راسه لورا كده يا حماد؟ بتاعتك برضه ظهرت كده؟ رمي راسه لورا كده وبتاع، شكله كوميدي جدا يعني. افتكرتها ظهرانه انا بس. يا حماده الشيك بوينت ويسهل لك. الله عليك يا حماده، كمل يا ابني. ايوه على فكره حماده، وانت في الجو لو دوست مربع بيعمل كده زي سوبرمان كده، بينطح. ايوه انت ماشي كده ازاي يا حماده؟ انت عفريت؟ انت بتشوف برضه كده. انا لقيته ماسك في الواد وبيجري وقلت يجري. ايوه ماسك فيه كانه عربيه حمار، فاهم؟ كاريتا وماسك فيها. ايوه يا حماده. لا استنى يا حماده. لا خلاص استناش حماده. برافو. الله عليك
الله يسهل له. حدا يكسب ولا ايه؟ اه ياخد الكاس بقى يشرفنا. على فكره تقريبا انا الوحيد اللي فيكم كلكم عندي كاسين يعني. بس انا خدت الكاسين دي ايام الرخص. كانت لعبه لسه نازله. كانت لعبه لسه نازله واسمه ايه ده؟ وكان ما كان الناس لسه ما كانتش محترفه فيها وبتاع، فعرفت تاخد الكاس بسهوله يعني. لا انا لعبتها اول ما نزلت على البلس، لعبت 3 جيمات بالظبط. اول جيم خرجت من اول دور عشان ما فهمتش لسه التحكمات. تاني جيم ليا وصلت لاخر اخر 10 عشان الكاس ده. تاني جيم وصلت للدور اللي قبل الاخير بس. ايه انت ما جبتش كؤوس؟ لا. ايه اللي جاي يا فاروق؟ الميموري. ايوه بقى. حاولت اعمل جليتشات ان انا اخدع الناس في مكان وكلهم يقعوا بس ما عرفتش. على فكره انا في جليتشات كتير في اللعبه وتوتوريالز تعلمك ازاي تنط عالي وحاجات كده. لو انا مركز في اللعبه كنت عملتها، بس انا كنت ايه خلاص يعني اكتفيت. كنت مستني السيزون التاني ينزل بقى يمكن يتغير ولا حاجه. اكتفينا يا زكر يا في الصبر اهو. انت واقف على بطيخه جنبك عنب. انا عنب من جمال الدجاج. انت واقف على بطيخه. انت واقف. خليك واقف مكانك. انت طالع على عنب تقريبا. بطيخ. طب كويس. فاروق بيحط نفسه في وسطهم. بيحط نفسه سسبنس. خبيث فاروق. انت واقف على الكريزه ها، وجنبك برتقانه وعلى اسمك وراك موزه. انت روح مع العيال دي. ايوه خليك واقفين. في واحد مسكه عشان يزقه. انت يا تقف على بطيخه. بطيخه شمالك كريز. على فكره كل مره بتصعب فاهم. يمينك عنب، فوقيك عنب. البرتقانه فين بقى؟ معرفش. الناس دي هتقع ولا ايه؟ لا معيش. في ناس وقعت. ده لسه في تاني؟ تمام. الله ينور عليك يا حماده والله. الى الامام يا ابني. اتنين. ايه ده بس كده؟ اتنين بس وقعوا. ده الراوند اللي كانت ماشيه بالحب دي. لا يا جماعه بجد اللعبه دي مرح. انا الابتسامه ما لا تفارق وشي طول ما انا قاعد بتفرج يعني. انا حتى مش بلعب بس سعيد اللي انا قاعد بشوف حماده بيأدي. ايه دي؟ دي بقى جديده بقى. اسمها هوبسي جديدة. هوبسي ليجندز جامب اند دايف ثرو هوبس تو سكور 6. هوبس دي المفروض اعتقد انها الحلقات. يلا يا حماده الفرق دي بقى. دي فرق. يلا جيب نقط لفريقك. يلا بص انت هتطلع شايف زي ما بيطلعوا كده وتقوم نقطة في وسط الحلقات دي. اكتر فريق يجيب نقط تقريبا هو ده. فين حماده؟ انت ممكن تحرك الرامبات دي على فكره. بتمسكها تعملها جراب وتحركها. فين يا كوبرا؟ فيس اوبرا اهو. الحلقه دي تجيبها ازاي بقى؟ تقريبا لازم نط جوه 6 عشان يتاهل. لازم نط جوه 6. ايه يا حماده يلا فين الحركات؟ انت لازم تستعمل الدايف. بص الدايف هو اللي بيخليك تجيبها. هو الواد ده جابها ازاي ابن اللذينه ده؟ ده كان بعيد قوي. كل واحد جواه. اهو الحق دي. الحق دي تبعك. دي بتاعتك دي. الله الله عليك يا حماده. بس انت كده فاضلك 5. دي خدها بالدايف. نطه جامده ودايف على طول. يا كان ممكن يجيب. بس لو كان نطها عدل مش بزاويه. فا
فاضل وقت لو في تايم ولا ليه ولا الكواليفاير لازم يبقى 16. كان هجيبها ده. بص ده كان هجيبها برضه جديده ان حماد عملها ان هو النط مسك في الحيطه دي. ما ده حصل لها كل الناس النط وانا حصلت. شفت الرمبات دي يا جماعه بتطلع دي؟ حاول يزق الواد. خلاص حماده باظ المكان ده باظ. في حلقه هناك اهي. تمام. فاضل سته في الكواليفاي. في سته بتنافسوا عليك يا حماده. او خمسه وانت السادس. يلا بقى وخمسه وانت الرابع. يعني خمسه بيك. هتطلع يا عم وانت فكك يا حماد. دور على حلقه عدله كده تنط لها وخلاص. زقوا زقوا حلوه يا حماده. بس انا مش فاهم انت طرت كده ازاي. يلا بقى. ايوه ايوه برافو عليك برافو عليك. ودي كمان دي بتاعتك دي بتاعتك دي. يا لهوي يا الله اجري يا حماده. ايوه الله عليك يا حماده الله عليك. فاضل لك ثلاثه حماده. دي راحت خلاص. اخي راحت خلاص يا حماده عليك. هي دور داجي دايما هي البرنس البدايه دايما بيبداوا بيها دايما. نفس المرحله دي تاني؟ لا ما دي بقى دور داش. التانية كانت بدل تفتح وتقفل. دي بقى فيك دورز المفروض تدور عليها وتجيبها فاهم؟ ما انا عارف. ما دي اللي انا ابتديتها في الدور اللي انا جربت بيه السيرفر. يلا بينا. هي اول مرة اكسر باب. انا كسرت باب برضه. ده هيفتح غالبا. لا ما فتحش. في انا عديت بعجوبة وعجوبة تانية كمان اهي. وده حظ بقى حظ عوالم بصراحة. وده حظ عوالم برضو. انا مش انا الشخصية بتاعتي بتتضرب. في حد ما في حد ما عندهاش؟ انا ما عنديش. ما الحياه كده بقى فاروق زي الخياره. مش دايما هتبقى في ايدك يعني. اكيد في يوم هتيجي في ايدك الثانيه. بيجي بيروح وبيجي فاهم؟ يلا ايه بقى هنقف فين؟ موزه ودي بلعب كل دوتي كل دور يا مان. موزه تاني مش ورزون البيت. هي موزه برتقال ما شاء الله. موزه برتقال بس صح؟ الفري انت حاسس. انا بلعب مالتي بلاير بس ولا انت وهو ولا ولا بطل زق يا بالنسبه لي احلى من ورزون جدا الصراحه. عشان المالتي بلاير لا طريقه الضرب فيها تحسها احساس احلى. وانت هتلاقي ال ايه طيب ايه اللي جاي؟ شيري عنب. انا واقف على عنب. وايه دي؟ بطيخه. عنب وبطيخ ده انا فاكره بصراحه. موز. فين موز؟ فين موز؟ اول موز اهو. انا وقعت يا جماعه. وانا وقعت. لقد تم استغالاتي. انا اترقصت يا جماعه. بتلعب كوره ولا فوتبول جوه؟ تمام حلو قوي. اترقصت في مصطلح بيفيد اللي انا تم اشتغلت يعني. هقابلك في المنيو بره. هقابلك في المنيو.
شوفك بقى في المنيو. لا ده دور جميل قوي قوي يا اختي 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 اختي. هو اللي يقع بقى بيعيد ولا بيقع خلاص؟ لا بيتشهد. يا نهار اسود عيال طارت. انا طرت اهو. انا طرت على طول. انا ماشي بقوة الدفع اساسا. انا كنت هفضل عايش يا ولد الكلب. ايه البتاع مش بتلف؟ لا دي تاني واحدة عايزة الحرق ايه يعني؟ لا دي صعبة اوي. كفاية في انا بقى، كفاية في انا بقى. ايوه ايوه لا كده كتير اوي، كده كتير اوي يا جدعان. عديت. عديت. عديت عديت. كفايه بقى ضرب، كفايه ضرب. لا 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 لا. انا حاسس ان الكرات اتهنت كتير قوي. طب انا ازاي اعدي من البتاع الكبيره دي؟ الله 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 الله. لا عديت اول واحده وقعت. لا والنبي طير. لا عايزك ولا فاي ابو سيديكو. يا ايه ده، انا كواليفايد يا جماعه. بص يا مرحله كلها اكشن. كواليفايد كواليفايد من اخر ثلاثه. اموت الضحك. طب اللي جه؟ ايوه احلى دور ده. انا لا ده جديد يا عم. لا يا عم ده قديم. صح 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 قديم صح. هو ده ما كانش ينفع يتغير بصراحه، ده كان جامد. كله كله اثاره واكشن يا عم. انا بطلع اقف كده والبتاع بيلطش لي لقدام. بس انا بتلطش كده قدام على طول. يا جدعان ده مش دي مش اسلوب. هي دي الادوار حلوة 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 حلوة. هي دي الادوار ولا بلاش؟ يا دور يا ابن يا كلب يا كلب يا كلبي خسيس. طب ايه اللي وقعني دلوقتي بقى؟ الهواء وقعني دي بقى بالصدفه دي، عايزه بقى ايه حظي؟ يا ابن اللذينه. لا انا مش هعديها من هنا. بص انا بحاول مره ما جاتش معايا، لازم ايه؟ انا كده مش هتأهل ولا ايه؟ لا اوعى اوعى يالا. بس كده شكرا. ايه ده انا اليمينيتد؟ انا ليه؟ اخي ليه؟ ليه؟ خلاص وانا قبل الخط على طول يعني، كنت فاضل لي سيكة على الخط ما فيش يعني. ده انت اللي كنت الاخير ده؟ لا اللي قبليه على طول. انا دخلت من اخر خمسه برضه. لا الناس بقت حريفه في اللعبه دي، خد بالك. نعمل ايه طيب؟ برشلونه احنا على قدنا. ايوه هنجيب كور، المره اللي فاتت كانت حاجه تانية، دلوقتي كور. لا بكره دي، انا ما كسبتهاش ولا مره دي. ايه ده حطوا حطوا حاجات في النص تمنع تمنع الكوره. دي ما كسبتهاش ولا مره برضه. يلا يا رجاله زق الكوره زق فيها. هو انت فريقك فين؟ ازرق ولا ايه؟ اصفر. احنا اللي احنا اللي بنعاني. ايوه اصفر. مين بقى؟ جوكر 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 محمد جوكر اهو. زقوها والنبي شمال شويه اهو.
الهوا يا ابني اللي عندك ارحمني. حاضر طبعا اهرب. طب بص من الدور ده. ايوه عديت ده الكوره عدت بسهوله. ايه الحمد لله. اهي اهي روحي. كنت حاسس والله انا ان هي نو. انت عارف انه نو على فكره. هترجع تاني. اوي ما هترجعش. لا ده ظلم بقى. لا ده كده خلنا ورشه فيها ذات. لف لف أيوة. معاك لف معاك بس كده. الله عليك. احلى دور العيال كلها بتحب تلمس في بعض فيه. اه بس غدار خد بالك بتبان سهله بس بص في لحظه كده تلاقي نفسك الاتنين جاي لك وملكش مفر. لا 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 سهله حصلت معايا كتير سهله. هي اصعب حاجه لما تكون الارض هتقع معرفش انهي حته اللي هتقع. المفروض يجيبك على طول يعني في الواتش ما يجيبش حد تاني. رشقت في الواد رشقه مش عارفه. الحق ايه الله عليك. لا انت ما تتحركش. الله على الثبات الانفعالي. بص اهو ولا ده انت عديت بيها والحظ دي على فكره دي المفروض لما بيجوا مع بعض ما ولا اخاف ولا اتهد. هو ناقص واحد يقع. يلا بقى بس خلاص كده. الله عليك الله عليك. ثبات انفعالي يا اسطى. ثقتك في نفسك يا سر. وعليكم السلام. تمام. الدور اللي بعده ايه؟ الله يا مرشد ما تسيبنيش يا مرشد شجعني. اللحظات اللي انا هكون فيها ده انت كراون. اه ده انت التاج في هذه اللحظات الشنيعه. اه والله انا كمان في تاني صف العنصريه دي. نلعب فول جايز تعالى. اه ايوه ايوه انت فين. لا ده مش انت ده جوكر اهو. ايوه 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 الله عليك يا جوكر. تقدم يا ابني تقدم يا ابني. ما لحقتش اوصل حتى. انا دايما لما بلعب بيجي لي الدور اللي بكرهها. الذاكره بكرهها جدا والله العظيم بكرهها جدا. و انا نفسي بس اعمل فيها اللي انك تخدع الناس كلها تفكرهم في حته وانت تروح لحته التانية. نفسي اعمل دي بس الغدر ده. يلا هي بنا. اوعى يا عدي بقى لو جت دي. بص تيجي بقى تيجي بقى. ما جاتش وقعت بره كمان. يلا انا هبقى رابع واحد تالت واحد. لا اين انت؟
ايوه اهو ايوه ايوه كده شكلي. طب انا احفظ مكان واحد والتاني جنبه على طول. ادي برتقان وتفاح. انا واقف على البيتش وبرتقان في جميع الاتجاهات تقريبا. والبيتش فوق اي كلب. بيتش برضو ويميني برتقال وشمالي موز حتين وفوقايا موزة برتقال وشمالي موز وفوقايا عنب وانا فار بيتش عنب 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 انا محظوظ محظوظ انا بعديها بالحظ والله المرحلة دي لا يمكن افتكر ابدا يعني ايه بقى انا ناسي انا واقف على ايه يا رب برتقانه بقى ايه ايه انا بقى وقعت انت كواليفايد ولا لا؟ اوزي اختفى اوزي موجود جوكر موجود اهو غيروا الديزاين بتاعها كانت مختلفة عن كده خالص يعني حتى المزيكا كمان اتغيرت ماليش نصيب العبها بقى لازم يحصل لي اي حاجة تخليني ما حرام البيض مقفول الباب هنا يا اوزي مقفول شكله كواليفايد عن جدارة يعني هو طالع اللي هو فيه وطالعين الاول الاوائل الله عليك يا اوزي الله واضح يا جماعه ان اوزي عنده مشكله في البارتي صوته بيعمل بلينك او السماعه بتاعته بتعمل بلينك فانا مش سامع منه حاجه بصراحه انا بكلم نفسي دلوقتي فين هو اوزي فين فين جوكر اهو الله عليك واحد لا ده خدها منك حسبتلكش نروح فين نروح فين نجيب دي منين عايز تروح فين ماشي خدها منك خدها منك لا بعيدة دي خدها منك برضه اخي اخس
الله لوحدك خالص، هي لوحدك خالص. ايوه ايوه الله، اول واحده. لا خدها منك برضه. جيبها. الله عليك الله عليك. لا خلاص ديسكواليفايد. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الحلقه، يا رب تكونوا عجبتكم وانطباعكم عن فول جايز الجديده والسيزون الجديد. طبعا شفنا ادوار فيها جديده جدا، جديده كليا، وحاجات قديمه كانوا محافظين عليها مع الحفاظ على نفس رونق الفكاهه في اللعبه. انا بصراحه من محبي اللعبه ديت يعني، وحابب العبها تاني. يبقوا سيبوا لي في تعليقاتكم لو حابين تشوفوا مقاطع فيها زياده. انا بقى حامل احوال يعني، هلعب فيها بعض المقاطع، احاول اوصل للتاج برده. محاولاتي البائسه اللي انا فشلت اللي انا عاملها في السيزون الاولاني احاول اعملها في السيزون الثاني. ورب يكون المقطع عجبكم. كان معكم احمد باجا بقناه فرجني، واشوفكم فيديو جاي، ومع السلامه.